بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم. لازلنا مع محاضرات لوحدة العقيدة الإسلامية لطالبة الفصل الأول شعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية. قد ذكرنا في حصة ماضية أن من الأمور التي تعارض نظرية داروين هي ملكة الاستعراف، ملكة الاستعراف. وملكة الاستعراف هذه هي ملكة العقل، هي ملكة العقل. فإن هذه الملكة انبثقت فجائيا دون تطور بشهادتهم هم، وهي لا شك التي تميز الإنسان عن جميع ضروب الكائنات وأصنافها، وهي التي جعلت له هذا التكريم وجعلت له هذا التسخير، أي سخر الله تعالى له كما نعتقد نحن المسلمين، سخر له كل ما في هذه الكائن، في كل ما في هذه البسيطة. فملكة الاستعراف هذه وملكة العقل والإدراك والتمييز لم تعتمد على أي خلة مماثلة ولو من بعيد، لا من القردة ولا من الثدييات الأخرى. وبهذه الملكة وهب الله الإنسان القانون الأخلاقي. القانون الأخلاقي هو الذي يميز له بين الصحيح والخاطئ وبين الخير والشر. بهاته الملكة حفظ الإنسان من الانقراض، ولولاها لانقرض الإنسان. بملكة الاستعراف وملكة العقل وحسن التصرف في البسيطة، بها حفظ الإنسان من الانقراض، خاصة هو يعيش مع حيوانات أقوى منه وأعظم في أقوى وأعظم منه بكثير في جميع الحواس بلا استثناء. أيضا من الأمور التي ترد على هذه النظرية، إضافة إلى ما ذكرناه في مبحث الأخلاق كيف تفسر الأخلاق والقيم، نوع آخر من الأخلاق هذا لا يجدون له حلا بل هي معضلة، وهي خلق الإيثار. كيف تؤثر نفسك أو تؤثر غيرك على نفسك، وتفضل غيرك على نفسك، وتضحي بنفسك لغيرك؟ فخلق التضحية وخلق الإيثار لا يمكن بتاتا أن يستقيم مع نظرية التطور، لأن نظرية التطور مبناها كما قلنا على الانتخاب الطبيعي، ومبناها الانتخاب الطبيعي على أن البقاء للأقوى أو للأصلح. فكيف نجد أناسا في جميع الأماكن وفي جميع الثقافات يضحون أنفسهم، هذا هو الصحيح، يضحون أنفسهم هكذا، يضحون أنفسهم لصالح وطنهم، لفائدة أبنائهم، زواجهم، لفائدة إخوانهم، أقاربهم، أحبائهم، حبيباتهم إلى غير ذلك. وهذا معروف، بل هذا معروف حتى في الكائنات الحيوانية، حتى في الكائنات الحيوانية خلق الإيثار لا يمكن فهمه من نظر التطور، لأنه معناه أنه ما الذي يدفعني للتضحية بذاتي من أجل المجتمع والجنس البشري، مع الأصل أن أبقى أنا الذي هو الأقوى، وليموت هو إذا شاء أو إذا وقع فيه الضرر، فالأصل أن أبقى. فلماذا تأتي أفعال الناس وتصرفات بل وأفعال الحيوانات على خلاف البقاء للأصلح؟ يزاد إلى هذا، وهو أن مرضى فقر الدم المنجلي والذي يسمون بالبرداء، ومرضى داء هنتينغتون المتخالف الزيجوت اللا إعراضيين، بمعنى أن أحد الأبوين يحمل الجين المشين أو المعيب، هؤلاء المرضى اللي هم مرضى هم أكثر خصوبة من متوسط الأفراد الأصحاء،
وهم أكثر خصوبة من عامة الناس المتوسطين في صحتهم، أو الأسوياء وصحتهم على لا بأس بها أو جيدة. إذن هؤلاء مرضى وخصوبتهم أعظم وأكثر. جيد. فالسؤال يأتينا: يجب على الانتقاء الطبيعي أو الانتخاب الطبيعي والضغط التطوري ووفقا لمعيار البقاء للأصلح أن يتسبب في انقراض هؤلاء واندثارهم، لأنهم ليسوا أصلح، لأنهم مرضى، والواقع أنهم العكس. فإذا هم مرضى ومع ذلك خصوبتهم أعظم وأكثر من خصوبة الأصحاء، فهل هم الأصلح؟ الجواب لا. هل غيرهم الأصلح؟ الجواب نعم. هل خصوبتهم أكثر؟ الجواب نعم. هل خصوبة غيرهم أكثر؟ الجواب لا. إذن الانتخاب الطبيعي ما بقى مستقم في هذا الحال، لا يمكن استقامته. الفرض أي الواقع أو الذي ينبغي أن يفرض هو أن يكون هؤلاء المرضى المتخالفي الزيجوت أن يكونوا أقل خصوبة، وأن يكون الأصحاء الأسوياء أكثر خصوبة، لأنهم هم الأصلح. ومع ذلك نجد هذا مخالفا للواقع بشهادة العلماء، علماء الأحياء والبيولوجيا. إذن فهذا أيضا مما يؤكد ضعف هذه النظرية في هذا الاعتبار. نضيف إلى ذلك شهادات لبعضهم، بعض الملاحدة، منهم مثلا ريتشارد فينمان، وهذا حائز على جائزة نوبل، وهو فيزيائي عملاق، يقول إن أكبر القوى والقوانين الفيزيائية لا تستطيع أن تبين لنا كيف نستخدمها. هذه القوانين التي جاءت بالتطور وفرضنا أنها صحيحة، وفرضنا أنها مبنية على نظرية داروين، السؤال: من جعلها قانونا؟ من قوننها؟ يقول هو إن العلم لا يعرفنا الخير والشر. لذلك هذا كلام هذا الرجل ريتشارد فينمان، يقول لذلك فالقيم الأخلاقية تقع خارج مجال العلم. لقد جعلنا العلم أكثر معرفة وأكثر قوة، لكنه تركنا في الوقت نفسه أقل ثقة بالصواب والخطأ. بل لا نبعد، فهذا ريتشارد دوكينز، هو بريطاني معروف، يرفض أن تكون أخلاق التطور هي مرجعيتنا، ويقول إن الانتخاب الطبيعي في التطور الدارويني لا ينتج إلا أمثال هتلر، والمجتمع الدارويني لا يكون إلا مجتمعا فاشيستيا، معروف مأخوذة من كلمة الفاشية، بمعنى منتشر فيه التعصب والتصفية العرقية والتعصب القومي والوحشية ضد الأجانب. ولذلك يقول أيضا في كتابه الجين الأناني: لا أتحمس، هذا هو وهو ملحد بل زعيم الملاحدة المعاصرين الأحياء ريتشارد دوكينز، يقول: لا أتحمس للأخلاق التي أنشأها التطور. إذن هذه معضلات وغيرها كثير جدا تقف حاجزا منيعا مع نظرية داروين، أو على الأقل في بعض اتجاهات هذه النظرية. الفيلسوف الألماني الكبير الشهير إيمانويل كانت استدل على وجود الخالق سبحانه بما يسمى بالدليل الأخلاقي. يقول في هذا الدليل، وهو دليل جميل: إن ظمأنا للماء هو دليلنا على وجود الماء. عطشك وإرادتك للماء دليل على أن الماء موجود. فإن الطفل وهو طفل
بل وهو رضيع صغير جدا، ليس له من ملكة العقل شيء، ولا يفهم شيئا أبدا، فإنه يظمأ للماء قبل أن يعرف بوجوده. ومازال ما تعرف لا ماء ولا شيء، ولكنه يعطش، وتعلم أمه أنه يريد الماء. هنا السؤال، هذا الظمأ وهذه المعرفة المفطورة المغروزة في هذا الإنسان على وجود الماء، من وضعها؟ يقول إيمانويل كانت في كلامه: إن هذا الظمأ هو أكبر دليل على وجود الماء. ويزيد لذلك بيانا أو يزيد ذلك بيانا فيقول: كذلك شوقنا للعدل هو الدليل على وجود العادل. شوقنا للصدق دليل على وجود الصادق. شوقنا للعلم دليل على وجود العالم الأكبر. وهكذا، فالإنسان يشاهد ما في الوجود من ظلم، ولا يستسيغ أن تنتهي الحياة على الأرض وينجو الظالم بظلمه دون قصاص. لذلك يرتاح الإنسان كثيرا لفكرة البعث والقصاص في حياة آخرة أو أخرى. هذا كلام إيمانويل كانت، وأحببت أن أذكر هؤلاء حتى يكون هذا أكبر دليل على أن العقلاء في جميع الثقافات مستقيمون مع إثبات وجود الباري جل شأنه، وحتى لا يعتقد البعض أن الفلاسفة أو عامتهم ملحدا أو ملحدون. والصواب خلاف ذلك لمن يعرف الفلسفة ويعرف أفكار الناس، وهذا عملاق الفلسفة في زمانه إيمانويل كانت، تسمعون ما يقول. إذن فتشوف الإنسان إلى يوم العدل وإلى يوم الحق وإلى يوم الصدق دليل على وجود ذلك اليوم الآخر، ووجود ذلك اليوم الآخر ذلك دليل على وجود موجد ذلك اليوم وهو الله تعالى. أيضا من الأدلة، وهذا الكلام فيه طويل جدا ولا يمكن أن تكتفي هذه الدقائق بذكره أو نكتفي بهذه الدقائق للكلام عليه ببسط وإسهاب، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. من الدلائل على وجود الله تعالى دلالة الحس، ويمكن أن نفهمها من إجابة الله تعالى لدعوة الداعين المضطرين، وهذا أيضا من أكبر الأدلة على وجود الخالق سبحانه، وهو أيضا يقع لجميع الناس في جميع البيئات وفي جميع الأمكنة وفي جميع الأزمنة. يقول تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. سؤال استنكاري توبيخي تقريعي قليلا ما تذكرون. فقد جرب اللجوء إلى قوة عظمى أناس مختلفون في أفكارهم وفي معارفهم وفي علومهم وفي بيئاتهم، ففك الله أزمتهم وحل اضطرارهم وأخرجهم من معضلتهم، بشرط أن يكون فعلا يدعو هذا الخالق دعاء مضطر. وقد وقع هذا حتى لكثير من الملاحدة الذين وقعوا في أزمات إما صحية وإما في ورطة وإما في سبب من الأسباب، فلجأ بقلبه إلى هذه القوة العظمى أو إلى هذا الخالق المبدع سبحانه وتعالى، فأجاب الله دعوته وفك عنه ما هو فيه. بل بعضهم كان يجعل هذا اختبارا لوجود الخالق: إذا كنت يا إلهي موجودا ففكني من هذا وسأكون مؤمنا بك. وقد فعل كثير من الملاحدة، والأمثلة في ذلك مشهورة معروفة، ويكفي أن تنظروا إلى أحد علماء الرياضيات عنده كتاب رحلتي من الشك إلى الإيمان، وكان ملحدا، وهذا مثال من الأمثلة على إثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى. فقط أن يكون فعلا خالصا في دعوته، مظهرا للاضطرار ومظهرا للعجز والضعف أمام هذه القوة العظمى.
وليخاطب ربه بأي لغة وبأي لسان، بل يخاطبه بقلبه دون لسانه، فإن الله تعالى سيفك أزمته وكربته. وهذا أيضا من الأدلة على وجود الخالق. بل ذلك كيف تفسر نظرية داروين مثلا، هذا الإحساس الغريب الذي لا يكاد يفهم بجميع قوانين العلوم التجريبية التي تحسه الأم تجاه ولدها الذي بينه وبينها آلاف الأميال، وتحس بأنه أن به بأسا أو أن به مرضا أو أن به ألما، وهذا يقع للمسلمة ولغير المسلمة. كيف تفسر نظرية داروين أو الانتخاب الطبيعي هذا الإحساس؟ لا تفسير له، إلا أن هناك أمرا مركوزا في فطرة هذه الأم ركزه الله تعالى وجبله عليها وجبلها على الحب والحنان والرحمة. أيضا من الأدلة تلك المعجزات التي شاهدها الناس في جميع الأحوال، شاهدها الناس في أزمنة كثيرة جدا وفي بيئات مختلفة كما ذكرنا، معجزات الأنبياء، وبعض هذه المعجزات لا زال قائما، وهو كتاب رب العالمين القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا الكتاب شاهد على وجود الخالق سبحانه وتعالى، وشاهد على أن هذا الخالق أرسل رسولا ليبلغ رسالة الله ودينه إلى الناس كافة وليكون رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فانظر في هذا الكتاب هل تجد فيه خللا دون أن تلوي أعناق النص، وليكن نظرك محايدا، وكن كيفما كنت، كن مسلم ولا غير مسلم، المهم أن تنظر فيه نظرة محايدة، وأن تجتمع لديك الأدوات التي تبيح لك النظر فيه. الأدوات أهمها أن تكون على معرفة عميقة بلغة العرب، وهي التي اللغة التي نزل بها هذا القرآن الكريم. أما أن تكون سطحيا ساذجا لا تفهم في اللغة شيئا، ولا تعلم التعابير البلاغية، ولا فهم لك في النكات الإعجازية، ولا تفهم شيئا وتريد أن تتعقب القرآن، فهذا ضحك على الذقون، ولا يقبل أبدا أن تنتقد كتابا في أدب فرنسي أو أدب إنجليزي أو أدب عربي وأنت لست عربيا، ولا تفهم في العربية شيء ولا تفهم في الفرنسية شيء، لا يقبل في أي مجال من مجالات الفكر والعلم، ولا يقبل أن لا تكون لك شهادة في الطب ولا معرفة في الطب وتنتقد الأطباء الذين بارعوا في هذا الشأن ولهم من المعرفة ما لهم. فإذن هذا الكتاب بين أيدينا شاهد على أنه كلام رب العالمين، ولو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا بذلك، ولو كان كما قال الله تعالى ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي ولو كان بعضهم يعين بعضا، ولو اجتمعوا على ذلك. والتحدي ما زال قائما، وقد تحدى الله به الفصحاء البلغاء، الأقحاح في اللغة العربية، ومع ذلك سكتوا بل أفحموا ووقع فيهم صمت الرجم. ولو كانوا يقدرون لأسكتوا محمدا صلى الله عليه وسلم وقالوا نستطيع أن نأتي بمثل ما أتيت به، ولكنهم ما فعلوا هذا، وهم يقرؤون الآيات. بل من أعجب الأدلة التي تدل على أن القرآن ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم بل من عند رب العالمين دليل بسيط لا يكاد يتأمله إلا قلة من الناس، وهو قول الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. ما وجه الدليل من هذه الآية؟ هذه الآية كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أبي جهل، على أبي لهب، يقرأها عليه ويسمعها ويقول لي ستصلى نارا ذات لهب، ويعيدها عليه مرة وأخرى وبلغته وهو عربي فصيح. أما كان بقدرة أبي لهب
أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيظهر إسلامه فيبطل الآية من أصولها ويبطل السورة ويخطئ محمدا، كانت عنده القدرة. وعاش بعد نزول السورة زمانا زمانا طويلا. فلو كان الكلام من عنده، من عند محمد صلى الله عليه وسلم، لا قدر هذا الرجل أن يقول له بغيت نسلم، أنا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يلا حيد ديك الآية من القرآن. وهذا أكبر دليل على أن هذا الكتاب ليس منك، أن هذا الكتاب منك عفوا، وهو فيه خطأ وفيه تحريف وفيه كذا إلى آخره. ومع ذلك ما استطاع أبو لهب وهو يقرأ آيات الوعيد فيه هو نفسه، فيه هو بنفسه، ما استطاع أبدا أن يخالف هذا الموعود، وما مات إلا على مثل ما قال الله تعالى. فلو كان القرآن من محمد صلى الله عليه وسلم لكان ذلك أكبر دليل على أنه يقدر غيره على أن يأتي بمثله، ويقدر غيره أن يتحداه. فالقرآن الكريم معجزة من معجزات الله تعالى، وهو دال على وجود الخالق سبحانه. كذلك المعجزات التي كانت في الزمن الأول، معجزة عيسى، معجزة موسى عليه السلام وغير ذلك، وهذه المعجزات ليست بقدرة هؤلاء الأشخاص وهؤلاء الأنبياء، وإنما هي دلالة على أن هذا الرجل صادق في دعوته فقط. المعجزة ما هي؟ المعجزة هي واحد الوسيلة يعطيها الله تعالى لمدعي النبوة، وهي في مقام قول الله تعالى أيها الناس هذا الرجل صادق فيما يدعيه، صادق فيما يدعي، يدعي أنه نبي من عندي وأنه رسول من عندي وأن أنا الذي أرسلته، هذا دليله على ذلك. فإن لم يأتي بمعجزات فهذا أكبر دليل على أنه كاذب أو مدعي للنبوة، متنبيا وليس نبيا. ولا يدعي النبوة إلا أحد الرجلين، إما أعظم صادق أو أعظم كاذب، واحد من الاحتمالات، غير يكون أكثر الناس صدقا أو أكثر الناس دجلا وكاذبا على الله. فإذا أثبت أنه صادق فهو أعظم دليل على أن هذا النبي من عند الله تعالى. إذن فالكلام على وجود الله وعلى إثباته كما قلت كلام ذو شجون، وهو طويل الذيل كثير النيل، وفيه مباحث كثيرة جدا لا يمكن عرضها برمتها. نأتي إلى الركن الثاني من أركان الإيمان، الإيمان بالملائكة. الملائكة الكرام الذين خلقهم الله تعالى وأعلى مكانتهم، وهذه الملائكة أو هذا الخلق هم أجسام لطيفة نورانية خلقت من نور، وأعطيت القدرة على التشكيل بأشكال مختلفة. كان أمين الوحي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذن فالعالم الملائكي عالم لطيف غيبي غير محسوس، وليس له وجود جسماني يدرك بالحواس، بمعنى أنه من عالم ما وراء الطبيعة أو ما بعد الطبيعة، ولا يعلم حقيقته إلا الله تعالى. وهؤلاء الأنبياء أو عفوا الملائكة مطهرون من الأدناس والأنجاس ومن الشهوات الحيوانية، ومبرؤون من الميولات النفسية، ومنزهون من الآثام والخطايا، وهم ليسوا كالبشر، لا يتصفون لا بذكورة ولا بأنوثة، وهو عالم قائم بنفسه، عالم مقدس معظم ومعظم أيضا لله تعالى. وهؤلاء الملائكة كما قلت خلقوا من نور، وخلقوا قبل الإنسان، وقد أخبرهم الله تعالى بأنه سبحانه وتعالى سيخلق الإنسان ويجعله خليفة في الأرض في قول الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وللملائكة أجنحة، هذا الشيء كله تنأمن به غيبيا سماعيا، لو لم يرد النص لما أمن به.
أجنحة يتفاوتون في أعدادها. في قول الله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة أولي جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل مرتين على حقيقته، يراه مرات كثيرة متشكلا بأشكال مختلفة، ورآه على حقيقته وله 600 جناح، كل جناح يغطي الأفق، فالملائكة العظام عددهم لا يحصر إلا الله. ومن آثار الإيمان بالملائكة أولا أن المؤمن الذي يرى إنعام الله عليه بخلق الملائكة ويستشعر بقلبه وجودهم ويؤمن برقابتهم على أعماله وأقواله ويعرف أنهم يشهدون عليه في كل أعماله لا يجد في قلبه دوافع تدفعه إلى الاستقامة على طاعة الله. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الرقابة هذه في حد ذاتها من أعظم الأشياء التي تجعل الإنسان إنسانا سويا صالحا متخلقا متأدبا طيعا لله تعالى محبا لخلقه. هذه الرقابة، رقبة من؟ رقبة الملائكة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالمؤمن لا يلقي الكلام على هواهنه، بل له ضمير إنساني يلاحظ الصغيرة والكبيرة ولا يضع الأشياء إلا في موضعها الذي يليق بها. كذلك المؤمن عندما يستشعر وجود الملائكة يستشعر الخجل من الله والخجل من معصية الله تعالى، فلا يقدر على معصيته وهم حضور معه. كذلك يجد في قلبه طمئنانا في حالة الخوف، في أيام الخوف أو الحرب أو الحزن، فالملائكة تؤيده وتمده بمدد من عنده. كذلك ينشط للعبادة، فإذا رأى الملائكة الذين هم مقدسون معظمون يعبدون الله ويسبحونه بالليل والنهار ولا يفترون، يعني لا يضعفون ولا يتوقفون، فهذا أكبر داع وأكبر باعث على أنه ينبغي أن يتمثل بهؤلاء الكرام البررة. كذلك أيضا يصبر ويثبت على الحق ويتشجع على مواصلة الدفاع عن الحق والدفاع عن المؤمنين. وأيضا بالإيمان بالملائكة يتجنب المؤمن الأوهام والخرافات والخزعبلات والوثنيات، فإنه لا يؤمن إلا بغيب أثبته الدليل. أما الغيب الذي لم يثبته الدليل هذا لا يمكن أبدا إلا أن يكون فريسة للأوهام والخرافات. كذلك أيضا إذا كان يعلم طالب العلم أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم فهذا يشجعه على العلم وعلى الاستزادة منه، ويشجعه على أن يكون متأدبا بآدابهم متخلقا بأخلاق العلم وهي الحلم والأنات وحب الناس. أكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.